على دروب المدينة والمدينة دروب واتفرجوا اتفرجوا اتفرجوا شمعة تخفى عالدرب شايف يا أمجد؟ هاي هي قرقلة أسبان هوا نجم راحة هدوء مش مثل عمان ودوشتها ودخنتها وزحمتها بس قرية صغيرة هاي حسبان اللي مش مالي عينك كانت زمان عاصمة كانت عاصمة كبيرة هسا بيجوها خبر الآثار من آخر الدنيا عن إذنك يا رجل هذا تاريخ طويل وعظيم خلينا نكسبك عندنا اليوم تفضل شكرا نجاح ونجحت يا نوال وبتقدير جيد جيد جدا ومن بكرة رايح أروح على الجامعة في عمان مش عارفة ليش أنا لحالي طلعت بنت في العيلة كان لازم الوحدة تعرف إنه الولد غير البنت وإنه الأخ الصغير هو المدلل الوحيد في العيلة بالعكس المدلل هو الحال اللي بتحمل نزوات الجميع والمسكين ما بيملك حق الرفض أو الاعتراض وإخوانه الكبار هم اللي عاملين عليه رؤسه هيك يعني؟ طيب مدام هيك تعال معي وساعدني تخرج الأقساط ورجعنا من ناعور ودينا فاضية الحق مش عليهم على الإدارة في مديرية التربية بعمان مكتبة المدرسة أهم عندي من الكتب المقررة على القليل بقدر أفتحها بالصيف وأخلي هالناس تيجي تقرأ بالعطلة بس يا أستاذ عادل هم قالوا لنا نأخذ من كل نسختين نسخة وإحنا اللي رفضنا نسخة واحدة ومستعملة كمان يعني نص عمر أنصاف الحلول ليست حلا يا أستاذ سمير بس كان ممكن برضو نمشي حالنا بنمشي حالنا وبس لكن كيف بدنا نعطي الطلاب اعراض خارجيه يا استاذ سليم لا 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 ما بصير يا استاذ عادل اي هو في حدا هالايام عارف قيمه الكتاب استاذ سليم ما في داعي لهيك حكي الناس اليوم يا استاذ عادل ثقافتها ثقافه مجلات وجرايد ايوه بس بظل الكتاب افيد وتنساش انه التلفزيون برضه شغلهم يا اخوي كل انسان مثله مثل الكتاب بس في كتب المفروض ما نقراها
وهذا كلام صحيح، يعني مش كل الكتب جيدة، بس الحياة تجارب، وأهمها تجربة الإنسان في اختيار ما يناسبه. شو قصدك؟ ما حدا عارف الصح وين. أيوة يا أخوي، بس بظل الكتاب هو الكتاب، المهم المعلوم اللي فيه. تفضل. مرحبا يا نواف. مرحبتين. تعالي أنا بدي إياك. ما خافي كل الأستاذ عادل هان؟ لا ما في حدا هان، تعالي. كيف حال عمتك؟ كيف صارت صحتها أحسن؟ أحسن الحمد لله. بيقولوا إنه الدواء اللي أعطاها إياه الدكتور الأخراني جاب نتيجة. طبعاً دكاترة عمان أحسن. صحيح أغلى بس علمهم أكثر. طب ليش عمان بس هي اللي فيها كل إشي حلو؟ سؤال غريب منك أنت يا بنت المدارس يا متعلمة. لأنها عمان هي عمان. قصدي ليش الواحد ما يلاقي كل اللي بده إياه هان؟ أمرك غريب. هو أنت بدك الدنيا الواسعة تكون مثل القرية؟ حسبان شو بتيجي جنب عمان؟ انت زرتي عمان؟ انت بتعرفي عمان زين يا نوال؟ لا بس رايحة اعرفها، رايحة اروح على عمان واعيش فيها كمان. يعني اللي سمعته صحيح يا نوال؟ شو سمعتي يا حنان؟ سمعت انه اخوك زهير بده يترك القرية ويروح لعمان. يعني خلاص تارك القرية. مين؟ زهير. وانتي كمان يا حنان بس تخلصي الثانوية رايحة تروحي على عمان مشان تدخلي الجامعة. امتى بس؟ قدامك سنتين وبعدها بتروحي على عمان، هذا اذا كانت معدلاتك عالية مثل زهير. يا سنتين؟ مالك يا حنان؟ اه لا ابدا ولا اشي. في عندك اشي بدك تقولي؟ ها؟ لا ابدا ابدا ما في شيء. بس عيونك بتقول غير هيك. لا شو بدي اقول يعني؟ حنان انا بنت مثلي مثلك وبعرف عيون البنات شو بتحكي. على كل حال اطمني، زهير عقله بالجامعه والتفوق وبس. بس عمان فيها كثير بنات وبكره خايفه واحده ثانيه تاخذه منك مش هيك؟ نوال إلك علي أدير بالي عليه، أمنع أي حدا يخطفه منك لحد ما تيجي. اعمل لك همة يا حجي، لازم نروح عليهم قبل المغرب. كلش جاهز بس تصبر علي شوي. كان لازم جبت لها معاك هدية من عمان. وهي عمان شو فيها يعني؟ فيش فايدة، اللي فيه عادة ما بغيرها. نوال يما عندها كل إشي. بس يا سامي كان لازم تجيب لخطيبتك هدية معك. شو بدهم يقولوا الناس وانت داخل عليهم ويدك فاضية؟ نسيت يابا. أنا عارف انت طالع لمين. أم هشام. الأمر لصاحب الأمر. شو بتقصد يما؟ أخوك هشام عمره ما كان بخيل هيك. كان يبعثر يمين وشمال أكثر من اللازم. شايفة؟ والثاني ماسك إيده أكثر من اللازم. أنا بدي أكون نفسي يما، مشان هيك لازم أحط الدينار على الدينار. يا ترى وشو أخبارك يا بني هشام؟ وشو عامل ببلاد الغربة؟ شو عامل يعني؟ بتلاقيه بيصرف كل اللي بيجيبه مثل عادته. طب يلا يلا انت وياه بلا كثر حكي. معلش يا سامي، أمك يسلم وديك يا وإيديك يا أخوي. يلا هسا روحي جهزي حالك. حاضر.
يا اهلا وسهلا. هات هات عمك يا اخوي. هات. لا يا اخوي زهير، لا هو في احسن من الحج حمدان اقدم القهوه. عشتي سريع. عشتي عادي. حياكم الله. الله يعزك. اهلا وسهلا. تفضل تفضل. والله لين يا هلا. حياكم الله. دايم يا هشام. يا هلا وسهلا. ايه الايام تركض. اي والله معك حق. وبعد كم يوم رايحه المدارس تفتح وتنشغل عنا يا استاذ عادل وما نقدر نشوفك. يعني وين بدي اروح يا حجي؟ القريه صغيره وهينا منشوف بعضنا. اي هو ان غير بعضنا. اه طبعا والله معك حق. هي من غير شر نوال وين؟ اه مش من الواجب نشوفها؟ آه طبعا معلوم. ما هو سامي خطيبها كان هناك بعمان. آه إن شاء الله خير. خير إن شاء الله خير. كان يخلص شوية معاملات هناك. العشرين دنم اللي اشتريناهن السنة الماضية. وجاب لها معاه هدية من هناك. آه إن شاء الله خير. طيب يا خالد أنا رايح نبيها من بكرة. عشت زهير عشت. أنت عارفة يا خالة يعني إنها بتتعب الحرام طول النهار شغل بهالدار. إيه عارفة عارفة يا بني عارفة. الحياة كلها تعب وشقة. والحرمة منا ملهاش غير شغل بيتها. نوال؟ ايش بتسوي هان؟ مش لازم تيجي تشوفي خطيبك واهله؟ لا انا هان مرتاح. بس انا واخوك الكبير مش مرتاحين. هسه ياخذوا راحتهم وبعدين يمشوا. وين يمشوا؟ ان مش اليوم بكونوا عنا بكره وبعده كل ساعه. انت ناس انهم معانا في القريه؟ انا هسه ما بدي اشوفهم. طيب ليش؟ ما كل هالقريه كم شاب وكم بنت. شو يعني؟ يعني بصراحه هو قسمتك ونصيبك. انا ما بدي اياه. وانا مش شايف في عيب. يا سلام. يعني لأنه تجيب دم شوية يا ستي بسيطة. هيا قلتها يا زهير. يلا يلا يا أختي قابل ضيوف أحسن عادل يزعل. آه طبعا أنت شو همك؟ كلها أيام تروح على الجامعة في عمان تتركنا في القرية للهم. يلا يا أختي امشي قدامي مشان مشكلتك تنحل. يلا. هو صحيح الواحد يعني مش ممكن يدعي أنه الإمكانيات هان مثل الإمكانيات في عمان. وأنا بصراحة صحت لي فرصة في مدرسة ثانوية هناك. مدرس يعني؟ وليش لا؟ ايوه بس انت هان مدير مدرسة. اللي مخليني متمسك بالقرية واهلها اشي واحد بس. اخ الصحبة يا حج حمدان. الصحبة اللي مش راح اقدر الاقيها هناك. الصحبة والألفة والمودة والذكريات. كل هذه الشغلات مش راح الاقيها هناك. انتوا هان اهلي وقرايبي. ايه يا عادل اللي قبل ما قالوا ما بتعرف النعمة الا بعد ما تضيع منك. اهلا وسهلا بكم. اهلا ببنتي نوال. يا هلا. كيف حالك هسا يا نوال؟ الحمد لله يا عمي كويسة. اي ما هي بس تشوف ابني سامي صحتها بتتحسن على طول. وكيفك يا سامي؟ الحمد لله بخير. لابقين لبعض يا حجي صحيح؟ ثلاث أربع
استاذ عادل. استاذ عادل. نعم نعم. خير وين صلاح؟ لا 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 صلحت ولا شيء، بس انا شايفه صلحت لبعيد. لا انا صرحت شوي بس في مدرسه حسبان، كيف انها فاضيه، كيف انه معظم مدرسينها من برا اللي انا وانت، والاولاد معظمهم في بيوتهم، روتين وماشي، وزهقت انا الروتين يا اخوي. كلها اسبوعين وبتلاقيهم هان، صغار وكبار بتلاقيهم هان، والدوش اللي صرت مشتاق لها بكره بتزهق منها يا استاذ عادل، زي ما بصير معك كل سنه. هو في حدا بزهق من الدوشه والعمل؟ ايوه اللي عايش فيها طول عمره. ايوه بس الواحد بزهق من السكون والركود الاكثر من اللازم. ايش يعني قصدك تقول انك مش سعيد هان في حسبان؟ لا لا يعني انا قصدي يعني سعيد ولا مش سعيد؟ سعيد بس يعني استاذ عادل، ابوي الله يرحمه كان مره قاعد هناك وسالته عن السعاده، تعرف شو قال لي؟ قال لي السعاده لها اركان ثلاثه، والاركان متوفره هان والحمد لله. لها اركان هان في حسبان وفي كل مكان. وشو هي الاركان الثلاثه يا استاذ سليم؟ أن تجد شيئاً تعمله، وشيئاً تحبه، وأملاً ترجو تحقيقه. أيوة أيوة. مشكلة الناس الختيارية إنه الحكمة بتنساب من أفواههم دون وعي، وكثير منهم ما قدر يحققها لنفسه. معناته ما فهمتني يا أستاذ عادل. يمكن أستاذ عادل انت لازم تتجوز. افتح عيونك وشوف اللي حواليك، شوف الدنيا وشوف اهل القريه، ساعتها تشوف الفرق بين العاصمه والقريه. بس انا مش شايف اي فرق، هم بشر واحنا كمان بشر. الفرق في العلم، في التكنولوجيا، في الملابس والسيارات. الحياة مثل أوروبا، الناس فيها عايشين في القرن العشرين، يمكن الواحد وعشرين. طيب نحن عايشين بنفس الزمان. مين قال؟ احنا لسه بدري علينا كثير. أما العاصمة كل شيء فيها مختلف تماما، صدقني. كنت اخوي طول المدة. وين بدي اكون يعني؟ مع الناس. كنت اودعهم قبل ما انزل لعمان، وكان معي سامي. صدقني يا اخوي انه سامي انسان كويس، وانا شايف انه مناسب لنوال. هي اخرتها راح تتجوز في يوم من الايام.
ايوه يا اخوي، بس يعني يمكن مش سامي. ويعني وين بدك تلاقي احسن منه في كل حسبان؟ وبعدين انا رايح على الجامعه وانت اخرتك راح تتجوز بنت سالم. نعم شو قلت؟ قصدي ما هو رئيس المجلس القروي وهو مهتم فيك. زهير يا اخوي لا تفكر بحالك بس، فكر بغيرك كمان. وماله سالم؟ رجل طيب ومركز كبير واهل القريه بيحبوه. وشو كمان؟ وما شاء الله عليه عنده غنم ومزارع وارض، وشو بدك احسن من هيك؟ ما دمت مهتم بالرجل، شو رايك اروح من بكره واخطب لك بنته؟ لا كبيره علي. بسيطه، في عنده اصغر منها. بس انا رايح على الجامعه ادرس 4 سنين. رايح لحالك مش هيك؟ مش عارف. وشو لها لزوم الجامعه ما دمت ناوي تعيش بحسبان هانا وتصير صاحب ارض ومزارع ورئيس مجلس قروي يمكن بعد عمر طويل؟ هان بحسبان؟ ايوه هان بحسبان، بس انا رايح على عمان. واختك نوال تندفن هان بقيه عمرها. نوال؟ انت تروح تشوف الدنيا وتعيش وتكبر وتتمتع، واختك نوال تعيش بحسبان وتموت بحسبان. ليش سكتت يا استاذ؟ وايش مالها حسبان؟ اسمعوا اقولك، احنا من يوم ما ماتت امنا وابونا واحنا عايشين مع بعض. يا اما نعيش كلنا بحسبان يا اما نترك كلنا حسبان، فاهمين؟ مشان هيك وديت وراكي، انتي مثل بنتي، ولو كان لي ولد اصغر من سامي كان ما اخذت له عروس غيرك انتي. وانا عارفة ان نوال صاحبة الك. نوال مثل أختي الكبيرة يا خال، وكل أسرارها عندك. أسرار؟ أسرار إيش يا خال؟ أنا بعرفش إشي. حنان يا بنيتي أنا حرمة، وبعرف الوحدة منا ما بتقدر تحكي لها كل اللي بقلبها. ونوالي حسرة قلبي وحدانية بعد أمها ما ماتت، وأنا بعرف إنه ملهاش حدا في هالدنيا غيرك ينفتح له قلبها. أنا؟ ما هو أنت مش أخت الأستاذ سليم؟ وماله أخوي سليم؟ ما هو مدرس مع أخوها الأستاذ عادل. بس ماله دخل بنوال؟ صحيح. أنت إيش قصدك يا خالة؟ لا ولا شيء، بس كنت بدي أعرف. إيش بدك تعرفي؟ ما هالقرية كلها عارفة إنه ابنك سامي حاكي بنوال، ومش ممكن حدا ثاني يتقدم لها غيره إلا إذا كان من خارج القرية. عارفة عارفة. طب اسمعي، كل اللي بدي إياه منك إنك تعرفي من نوال إذا كانت بدها سامي ولا لا. القهوة يا أستاذ سعد. يا سلام يا سلام، قديش هالنهار جميل يا أبو حابس. يا سلام. عجيب. فعلا عجيب، مين بيصدق إنه هذا اليوم أجمل يوم مر علي وأنا في عمان. مالك؟ بصراحة أول مرة بشوف اللي أنا شايفه في حياتي. يا ناس، في واحد ينحال للتقاعد وتنتهي خدمته ويظل فرحان وسعيد. وشو بدك مني أسوي؟ بالعادة بشوف تكشيرة دمعة نازلة على الخد من غير مصاحبها يمنعها، لوعة حسرة أسى سخط على الزمن، يعني إشي هيك. يا أبو حابس، هدول جماعة بكونوا مش عارفين قيمة التقاعد. من اليوم ورايح أنا وإنت اثنين جداد، يعني لا أنا ظليت أنا ولا إن ظليت إنت. شو يعني يا أستاذ سعد؟ يعني يا أبو حابس أنا وإنت اثنين جداد، وعلاقتنا مش علاقة موظف كبير مدير عام بموظف صغير، لا
أحرار نقعد في المكان اللي بدنا إياه، نتصرف بكل حرية بدون خوف أو بروتوكول أو قيود وظيفة أو حتى رسميات. أبو حابس بكرة لازم أشوفك بالقهوة إن شاء الله. آه يا سلام يا سلام، قديش النهار جميل يا أبو حابس. العصفور اللي كان في القفص طلع وطار. شفت قيمة التقاعد يا عجوز؟ ايوه، مدرسة حسبان. الاستاذ كمال لا والله لسه ما دوام. طيب يلا مع السلامة. مالك يا استاذ عادل؟ بس بتفكر انك مستني تليفون مهم؟ لا 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 تليفون ولا شيء. بس الدوام خلص من ساعة. صحيح، معناته بتقدر تتفضل. وين؟ أنا لا لا قاعد شوي. وليش؟ سلامتك ما في شيء. طيب بدك شيء؟ بارك الله فيك، شكرا يا سلام. السلام عليكم. عليكم السلام، مع السلامة. الو، ايوه، ها مين قال هيك يا عم؟ انا موافق موافق. مش مهم، احسن احسن على حسابي. ها لا لا، مدرس مدرس بكفي. لا بلاش، ماشي الحال. ها ممكن من بكره؟ بارك الله فيك، أنا بعتبرها ترفيع وترقية. لا لا طبعا، شكرا كثير لعطوفتك، حياك الله، مع السلامة. أستاذ عادل. أهلا سامي. مرحبا. أهلا. عطوفة المدير كان معك على الخط؟ كان يطمن مشان بداية السنة الدراسية. تلاقيه كان فرحان كثير بنتائج المدرسة، لأنه الأولاد هان بحسبان شاطرين كثير. الحمد لله. أستاذ عادل، بدي أسألك أمتى ممكن نكتب الكتاب؟ طيب أقول لك، خلي لي بعدين بعدين. أستاذ عادل، شو هذا اللي بعدين؟ شو الموضوع هو؟ مالك يا حنان؟ ها أنا؟ ولا إشي، بشوفك مش طبيعي. مش طبيعية؟ شفتي مني إشي؟ لا، بس هاي أول مرة بتقعدي عندي طول النهار. وشو فيها؟ زهقانة من بيتنا يا خيا. في إشي بينك وبين أخوك الأستاذ سليم؟ إشي؟ شو بده يكون يعني؟ هو الحب بيتخبى. يا سلام عليك يا نوال. طب أنا مش شايفة بعيونك لا حب ولا غيره، مع أنك مخطوبة لسامي ابن الحاج حمدان. صحيح، لأني ما بحبه. نوال إيش بتحكي؟ مالك خفتي؟ أنا بحكي الكلام هذا إلك أنت وبس، لأنك صديقتي وبنت مثلي وعارفة إن الحب ما بيتخبى. طيب والخطبة والجيزة؟ ومين قال لك أنا بدي أتجوزه؟ وأهلي وإخواني وأهل القرية غصب عنك رايحة تاخذيه. انت عارفة منيح انه البنت عندنا ما تقدر تقول لا. بس انا بقدر. نوال لا تخافي عليه، مش اخوي عادل مدير المدرسة بده يتجوز؟ ما هو الاستاذ عادل بتأخر كتير عن الجيزة مشان يعلم اخو زهير. بس اخوي عادل مش حاطط عينه على واحدة من بنات القرية. هاي بسيطة، بيجيب عروس من مادبة او من بلد ثاني. لا لا لا، عادل بده يتجوز واحدة من عمان. من عمان؟
ليش بترضى تعيش معه هي؟ أنا عارفة. المهم أخوي عادل بيحلم يتجوز وحدة جامعية، يعني مؤهل عالي مثله. أكيد كمان زهير بيفكر هيك. شو بتقولي؟ الوقت معاكي مر بسرعة، أنا لازم أرجع للبيت بسرعة وأدرس وأدرس مشان أصير جامعية. اسمحي لي. لا تغلبي حالك، مش يمكن زهير بده إياها ست بيت مش جامعية. كيفك يا حنان؟ كويسة. عادل جوا؟ لسه ما اجا. غريب، مش من عادته يتأخر على الغدا. إن كنت جيعان بحط لك تاكل. لا أنا بفضل بستنى. وما بتيجي غير لما ودي وراك يا حنان. ما هو البيت فيش فيه حدا يا خال. حسبانة ما. أي لو تركت الذهب على الأرض بترجعي بتلاقيه محله. عارف بس لازم سليم لما يرجع على البيت يلاقيني. ولا يهمك، بنقول له انك عنا طول النهار. اقعدي اقعدي. يا خالة شافني في بيت الأستاذ عادي عند نوال. وبعدين معك يا حنان، قولي لي عرفتي منها اشي ولا ما عرفتي؟ شو بدي اعرف؟ وبدها اياه ولا لا؟ مين هو؟ ابني سامي. طبعا يا خالة مش ظلمتها، قصدي اقول مش خطيبها. طيب وما عرفتي شو سبب تأخيرتها الجيزة؟ فيش سبب يا خالة. ابدا ابدا. يلا خليني اروح. انا مش معقول غير يكون في سبب. سبب شو بده يكون؟ ليكون خايفة من بخله. مش سامي بخيل؟ ولا يمكن حاطة عينها على واحد ثاني. واحد ثاني؟ مين يا خالة؟ العاد ليش ما تتجوز وتخلصنا؟ يمكن مشان أخوها زهير. وأخوها زهير ماله؟ يمكن بيستنوا لما الأحوال تستقر ويدخل الجامعة، وساعتها بيكملوا الجيزة وبسرعة كمان. اسمحي لي. إمتى؟ إمتى بس؟ ما بعرف. يعني أنت يا نوال ما بتحبي الخير؟ ما هو يا بنت الأوادم أنا من حقي أكمل تعليمي في الجامعة. ومين مانعك؟ كيف بس كل يوم بدي أروح على عمان وأرجع على حسبان؟ هذا سفر، وبعدين بدك أضيع الوقت كله في الراحة والجي؟ عليم الله ينهد حيل من التعب. خايف على حالك بس ومش خايف على غيرك؟ أنا مش فاهم إيش اللي مش عاجبك في حسبان. أنت جاوب. بعدين ما هو أخوك عادل موجود وما راح يتركك. أنت ناسي أنه هو مدير المدرسة. يتركها؟ يتركها؟ يستقيل يعني؟ ومنين نعيش ونأكل؟ منين نصرف؟ بعرفش. أنت تظل هان هو يستقيل، نروح كلنا العمان اللي بدكوا يا موافقة عليه. أوه فش فايدة. هيو أخوك أجا وهو بشوف له حل معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين أخوي. شو مالها نوال؟ لا ما في إشي. طيب يا الله. ها إن شاء الله اتفقتوا على موعد كتب الكتاب. بيني وبينك الزلمة مستعجل والحق معه. مين الزلم؟ سامي ابن الحاج حمدان. شو ماله؟ ماله؟ هو مش أجاك على المدرسة مشان يقابلك؟ وانت شو عرفك؟ ما هو قابلني بعد صلاة الظهر وطبعا أنا وافقت. وعلى إيش وافقت؟ على أنه يكون الميعاد يوم الخميس الجاي، وانت طبعا موافق. بس انت هيك أخوي نسيت صاحبة الأمر. ما هي آخرتها راح تتجوز، هو في واحدة بترفض الزواج. يا زهير يا أخوي أنا ما بقدر أغصب أختك على الزواج. بعدين في موضوع استجد معي. إحنا الثلاثة رايحين نعيش في عمان.
سلام قديس سعد العارف كان ناقصه حاجات حلوة كان محروم منها، هدوء وبساطة وقاعدة على كيفك. أيوة بس على كل حال المكان مش من مقامك يا أستاذ سعد. لا يا أبو حابس، مقامي تركته على مكتبي للي جاي من بعد. أنا هسا من اليوم ورايح بدي أعيش على كيفي، أحس باللي الناس بتحس بيه. تعرف يا أبو حابس؟ نعم يا أستاذ سعد. أنا صار عندي فكرة أترك عمان. تسافر لبلاد برا؟ لا، بلاد جوا. ما فهمت. إيه، أشوف القرية، القرى اللي حوالين عمان. أصحى الصبح أشرب حليب من النعجة أو العنز اللي أحلبها بإيدي، آكل من زراعة إيدي، أنا في الهواء الطلق. إلا قول لي يا أستاذ سعد. نعم يا أبو حابس. أنت يعني عدم المؤاخذة ما تجوزتش لحد هالساعة؟ مش عارف، ربما الوقت ما كان يسمح لي. نعم، قصدي العمل كان سارق مني حتى نفسي. بس الجواز سترة ونعمة. ايوه، مشاكل ومشاغل وقص ما بينك وبين دنياك. زمان كنت مبهور يا أبو حابس منصب المدير العام والامتيازات، سيارة حكومية وسواق وآذن وختم ومكانة اجتماعية. وصحيت فجأة لقيت كل الأحلام أوهام، ولقيت نفسي قاعد أكبر وأكبر وأكبر، وعمري عمري بيتسرب من بين أصابعي يا أبو حابس من غير ما أحس إني عشت. تعرف يا أبو حابس، أنا فعلا لازم أتزوج. أول مرة بشوفك ساكت. خير؟ اتركني يابا بالهم اللي أنا بيه، نفسي مسكري عن كل إشي. شو الموضوع يابا؟ أنا ابن الحج حمدان، بصير فيي هيك؟ يابا قلنا شو الموضوع؟ أنا بيعملوني هيك؟ مين هم؟ أهل نوال. عادل ولا زهير؟ أخوها الكبير يابا، رحت له على المدرسة مشان أحدد معاه ميعاد لكتب الكتاب، يقوم يطلع من المكتب حتى بدون ما يدير وجهه علي. صحيح عمل هيك؟ أيوة صحيح يابا. عجبك هيك؟ معلوم عجبني، وعجبني كثير. نعم يابا. يابا أنت معاي ولا معاهم؟ لا، أنا مع الأصول. هذا الرجل بفهم. شو بدك إياه؟ يجاوبك وأنا بعدني حي؟ ومين فينا الكبير؟ ولا الدنيا انقلب حالها؟ يابا معك حق، بس أنا يعني... أصبر يا سامي، وإن شاء الله ما بيصير إلا كل خير. مالك مضايق؟ في إشي؟ لا أبدا ما في إشي، بس بدي أروح لعند نوال. طيب روحي يا أختي، الله يسهل عليك، بس تتأخريش. مع السلامة. يا الله.
تعبت الحصان يا رجل. الحصان فرحان مثلي، الظاهر هو كمان حب يطير. مش عادتك اللي يشوفك ما يعرف انه انت نفسك رجل اول امبارح. هاي حال الدنيا يا سامي، يوم هم ويوم فرح ويوم غم وسعد، وهاي حال الدنيا وانا اليوم مبسوط من الفرح. خير، خلينا نفرح معاك. خلاص يا سامي، انا من بكره رايح اقابل الحياه، رايح ادور عن مكان الي تحت الشمس، رايح ادور على عمان اللي فيها المعرفه والمكانه والعلم وكل اللي بحلم اللي احققه لنفسي. هناك المجال الحقيقي لاختبار نفسي وطموحاتي، وان شاء الله انجح. مرحبا يا نوال، وين هو؟ مين هو؟ أخوك عادل. دير بالك علي يا بنيتي، لا يزعل ولا ينقهر ولا يأخذ على خاطره. ينقهر؟ من إيش بده ينقهر؟ مسكينة، ما أنتي مش دارية باللي صار. لكن اطمني يا بنيتي، المهم إنه ما ينفذ النقل. النقل إيش ومين يا عمتي؟ من بكرة عمك الحج حمدان ووجوه القرية بدهم يرسلوا برقيات للمسؤولين بعمان ويقولوا لهم انه بدهم الاستاذ عادل يظل بحسبان. ها معلوم كيف؟ احنا ما بنستغني عن الاستاذ عادل بحسبان. ليش هو اخوي عادل انتقل؟ اطمني يا بنيتي اطمني. أنا داري هو الواحد بتقدم ولا بتأخر، وبدهم يودوه لعمان ما بي حدا عنده، هون بيظل بين أهله وناسه. معلوم لازم يظل بحسبان، لأنه حسبان ما بدها مدير غيره. طيب ما تتفضلي يا عمتي لجوه لبين ما يجي أخوي عادي. لا، احنا مش لازم نظلنا قاعدين وساكتين، احنا لازم نتحرك. كيف بده يروح لعمان؟ اي هو سكن بعمان بده معاش موظف لحاله، وبعدين من هو بده يخدم عليه ويرعاه هناك؟ بعدين هم مش عارفين انه حسبان بدهاش مدير مدرسة غيره. ايوه يا جماعة، انا اللي طلبت النقل. ايش هالحكي هذا؟ معقول؟ صدقني يا حج حمدان، أنا اللي ترجيت الوزارة في نقلي. وليش بدك تنقل؟ إلي ظروف الخاصة. عاد ظروف خاصة؟ مثل إيش يعني؟ إذا كانت وظيفتك هان مدير مدرسة، ليش ترضى تنقل لعمان مدرس؟ آه؟ مش إشي بحير هذا يا سليم. معك حق يا حج، بس عاد أنتوا عارفين إنه أخوي زهير رايع الجامعة، و مش معقول اخليه في عمان لحاله بضيع، ولا لا يا استاذ سليم؟ كلامك صحيح، وانت عارف يا اخويا سليم انه القريه غير العاصمه، وبعدين خليني اجرب حظي هنا. طول عمر الاستاذ عادل بيهتم بمصلحه اخوه الصغير. طيب وبيت ابوك والارض شو ناوي تساوي فيهم؟ البركه فيكم يا حج حمدان، والبيت بنكون نرجع له لما نأخذ إجازات إن شاء الله. الله يوفقك يا عادل يا ابني. مرحبا. انت قاعد هان وأنا قلبت القرية عليك. أهلين سامي، يا هلا. أهلا بيك. كل شي صار مثل ما بدك، وانت قاعد تحلم وتفكر بكرة. أنا مش فاهم إيش بتقصد. اللي بقصده واضح، أخوك عادل بده يسافر معاك عمان وتعيشوا سوا هناك، وإنت مش سائل. على إيش مش سائل؟ علي أنا. وإنت مالك؟ إنت نسيت؟ مش إنت قلت إنه لازم أتجوز بسرعة؟ معناته كان عارف باللي قاعد بيصير. لحد هالساعة ما حدا قال كلمة واحدة بالموضوع. موضوع مين؟ موضوع الجواز يا زهير. جواز مين؟ جوازي أنا ونوال يا زهير. آه 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 معلوم.
انت ونوال لبعضكم. بس اسمع، انت ليش مستعجل؟ ما تصبر لحتى تجهز نفسك. واجهز نفسي اكثر من هيك يا زهير؟ انا مش عارف شو اللي قاعد بصير بهالقرية. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا بالاستاذ سعد، تفضل. شكرا. شكرا يا اخوي عدنان. اهلا وسهلا. يا اخي، ايام ما كنت في الوظيفه ما كنا بنعرف نشوفك. مليح اللي خلصت من الوظيفه حتى نشوفك. ايامها وقتي ما كان ملكي، لكن هسه الحمد لله صار ملكي. طيب يا سيدي، الحمد لله اللي صار وقتك ملكك. مشان هيك جيت أشوفك. أنا شايف إنك رايح تستغني عن المقدمات وتدخل في الموضوع على طول. وليش لا؟ خير البر عاجله. عال عال عال، أنا شخصيا بحب الرجل العملي. وأنا عمري ما كنت هيك. لا يا شيخ. معناته خسرت كثير يا أستاذ سعد. آه فعلا خسرت كثير، معك حق، لكن اليوم رايح أربح ومش رايح أخسر أبدا بإذن الله. خير، شو عندك مشاريع؟ أخوي عدنان، أنا قررت أتزوج. شو معقول؟ أسرع ما يمكن. انت رايح تتجوز صحيح؟ اه صحيح، طبعا صحيح ومن كل بد. اه بس انا ما عندي غير بنت واحدة وبعدها تدرس بالجامعة وفي سنة اولى كمان. الله يسامحك يا اخوي عدنان، انا جالة عندك وقصدي غير هيك. انا جالة عندك مشان اشي ثاني. بتتذكر قطعة الارض اللي بالصويفية؟ آه مالها، بذكرها. هاي مش لازمتني. إيش؟ يعني مش ناوي أبني فيها بيت؟ يا رجل قول وغير. والله هذا اللي أجاك. أنا يا عدنان نويت أسكن خارج عمان، يعني أشوف القرية من قرانا الحلوة الهادية، ومثل ما بتعرف اليوم كل القرى الحمد لله فيها كل الخدمات اللازمة من مي وكهرباء وطبابة وغيره، ويكفي إن عندهم الراحة والبساطة. هيك يعني بدك تبيع الأرض؟ والله إذا مش لزمتك بلاش. لا لا لا، كيف ما بتلزمني؟ بتلزمني ونص، وبالسعر اللي بدك إياه. بس اللي أنا مستغربه إن هالناس اللي في القرى تترك القرية وبتيجي للعاصمة، وإنت رايح ترجع للقرية من جديد. بصراحة هذا إشي بحير. أهلا حنان، تفضل أختي نوال. زهير خلاص ترك القرية ورايح للجامعة بعمان؟ أيوة يا حنان. إيش رايح تدرس هنا؟ أنا حابب أدخل كلية العلوم. العلوم؟ آه، وإنتي بدك تكملي دراستك ولا؟ لا، أنا رايح أكمل دراستي وأدخل الجامعة وفي كلية العلوم كمان. هيك لعاد، ممتاز، الله يوفقك يا حنان. أهلا حنان، تفضلي. المنظر هام غير عن أي مكان ثاني. الحياة والبساطة والبنى كمان. وشو كمان يا أستاذ سليم؟ الناس اللي هام عايشين كلهم في أمان، بكفي إنه قريبنا مجتمع صغير وهادي. يا أخويا سليم أنا قررت وخلص. الناس هان أهل. عيلة واحدة
عارفين عاداتهم وتقاليدهم وما حدا بشك بالثاني. الناس اللي هام بتنام في بيتك وانت بينهم مرتاح ومطمن، وكلهم بحبوا بعض وبساعدوا بعض. عارف يا سليم عارف، بس هاي قريتك. ايوه صحيح، بس التغيير اشي مهم صدقني. بس الحياة هان احسن من هناك. يا سليم يا اخوي انا زهقت، شبعت من الرتاب والملل. حياتي صارت جامدة، ما فيش فيها ولا حركة. مش صحيح، المدرسة كلها حركة، مليانة حركة. يا سليم يا اخوي انا ما قصدت المدرسة، انا قصدت نفسي، انا من جوا صديت. واحنا صغار كنا نستنى لما غيمة تمرق نقول هسه تمطر، وبس ينزل مطر نطلع نغني ونرقص ونبل هدومنا، بس يجي الصيف يعود الصمت من جديد. ومشان هيك نويت تعيش مع القلق وكثرة الناس وارتفاع الأسعار والجار اللي حتى ما بعرف جاره، والقال والقلنة والنميمة والاستغابة والسكن المرتفع الأجرة. بعرف يا سليم بعرف. بتعرف كل هذا الحكي ورايح على النار بجريك؟ ما هو عشان هيك أنا بحكي لك الكلام هذا، لأنك أنت مثقف وبتعرف، وأنا يا أخوي لحد هسه ما لقيت الثوب اللي يجي على قدي. وبعدين يعني كيف بدك تعرف قيمة السكر إذا ما عرفت قيمة الملح؟ وربنا سبحانه وتعالى بقول اسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يعني خلاص ما في فايدة من كلامي، ما راح أقدر أقنعك. ألو؟ ألو نعم. نعم أنا. طبعاً. لا 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 ما بيهم. المهم إن نشتري الأرض بالسعر اللي إحنا حاطينه. لا لا مش مستعجلين لا. اسمع، أنا بدي 5 دنومات في قرية. أي قرية؟ بدي أبني فيها بيت ريفي. أوكي. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا ست الحلوين. ايش مش ناوي تطلع معي اليوم؟ ايش لوين رايحة؟ رايحة على النادي. على النادي؟ ايوه. مش بكير يا بابي؟ لا يا بابا، اليوم في مسابقة قبل مباراة التنس. اها، والهدايا شو عندهم هدايا؟ مش مهم الهدايا يا بابا، المهم الواحد يربح اي اشي حتى لو كان بالون اطفال. بالون؟ لا مش معقول تدفعي 100 دينار في بالون اطفال. استنى يا كساب، استنى حتى نخلص من هاي المشكلة. يا بابا البالون اغلى من 100 دينار، اغلى من 1000 دينار. نعم طبعا، البالون معناه قدام كل الناس انها ليلى بنت مليونير عدنان، حظها مثل حظ ابوها في العلالي، وهادي دعايه يا بابا، دعايه. اوكي باي باي. باي باي. اما مجانين. لا يا اخي لا لا لا، مش انت. اسمع يا كساب، الحقني على النادي بسرعه، انا هناك بفهمك كل اشي. مع السلامه. هسا مصر انك تفاتح عادل بالموضوع. ايوه، لانه مش لازم عادل يسافر هيك ويترك موضوع الارض. كيف تاركها يا سامي؟ كيف تاركها وانت عارف ابو مازن بشارك على زراعتها من يوم ما توفى المرحوم ابو عادل؟
هيا قلتها شراكة، لكن لو أنا أخذت الأرض رايح أعطيهم نص محصول الأرض حتى لو كانوا بعمان، وبهيك بيجيهم قرشين زيادة بيستفيدوا منهن بعمان. يا سامي، على العموم هاي الأستاذ عادل اللي جاء وبتقدر تفاتحوا موضوع الأرض. يا هلا بالشباب، يا هلا. أهلا بيك. يا هلا بيك. تفضلوا الشاي. خير؟ شو في؟ إن شاء الله خير يا أستاذ عادل. يا أخوي أرض سامي عارض عليك عرض. يا حيا الله، شو مستني؟ قول. عارض عليك يشاركك بزراعة أرضك وتربية حلالك. كيف بس؟ وأب مازن بزرع الأرض من أيام المرحوم أبوي، والحلال عند أبو سالم، كلها شراكة. شراكة بالنص وانت هان ومعاهم، لكن وانت بعمان. شو قصدك؟ يا أخوي يا عادل، سامي قصده يقول طول ما صاحب الأرض واقف عليها وواقف على حلاله غير ما يكون بعيد عنها. وبعدين تنساش يا أخوي إنك أنت بعمان محتاج لمصاريف زيادة. سليم، أنا مش فاهم شو قصدك، بس يعني صحيح يمكن أنا أحتاج شوية مصاريف هناك، بس لا يمكن إني أرمي كلمة أبوي في الأرض أو أسحب الأرض من أبو مازن أو أسحب الحلال من أبو سالم. لا يا أخوي، لا لا. يا عادل يا عادل يا أخوي، احسبها كويس. أنا عمري ما فكرت بالمشكلة إلا بحدود ما عندي، يعني عمري ما خفت على الرزق. رزقكم في السماء وما توعدون. بدك تظلك قاعد هيك؟ لعاد شو بدك من نساوي؟ شو تساوي؟ تروح لعنده وتقابله. من شان ايش؟ مالك يا زلمة، مالك يا حجي، ما تشد الهمة. انت ناس انه بنا، انت ناس انه سامي. ولانه سامي ابننا لازم اروح له واقول له سافر انت واخوك عمان وخلونا البنت هان. لعاد ياخذوها معاهم احسن. لازم البنت تروح تخدم اخوانها حتى يستقروا شهرين زمان.